ننتقل معاكم ونواصل تغطيتنا لمهرجان طايف الورد للاحتفاء بموروث الطايف وثقافتها اللي تتصدر في زراعة وصناعة الورد ومنتجاتها التحويلية. التفاصيل بنعرفها مع الزميل تركي الأحمري. مساء الخير والورد لك تركي. حابين نعرف ونعرف المشاهدين على الجديد في مهرجان طايف الورد لليوم. يا هلا وسهلا فيك عهد، مساء الخير لك وللمشاهدين أجمل تحية. بالفعل مهرجان الورد الطائفي هو واحد من الفعاليات والأنشطة كما ذكرنا في التغطيات الماضية. هذا الحدث ليس حدث محلي فقط، إنما يعتبر حدث عربي ودولي، ذلك لأن المنتج الطائفي في هذا الشيء وهو الورد يصل إلى العالمية. أما الجديد فهناك جانب الحفلات الفنية الطربية التي تقام ضمن الخطة العامة وبرنامج المهرجان. الليلة ستحيي الحفل الغنائي الطربي الفنانة أميمة طالب في حفل ينتظره أهل الطائف وزوارها، ويتوقع نجاح باهر إن شاء الله للفنانة أميمة طاهر في الأداء في مسرح المهرجان الليلة. المهرجان عهد أخذ طابع القوة ما شاء الله والتنوع هذا العام في الأنشطة والفعاليات، وخصوصا أننا يعني على وشك الانتهاء من المهرجان خلال اليومين القادمة إن شاء الله. جانب التنظيم كان له روعة حقيقة في فعاليات هذا العام، ومن الأسباب التي أدت إلى نجاح المهرجان هذا العام هو جانب التنظيم. ونحن الآن نقف في منطقة تسمى ممر الانطباعية. هذه المنطقة تحوي بتمازج جميل فني بين جمال الصورة والفن التشكيلي مع الموسيقى الكلاسيكية. كل هذا يشاهده الزائر لهذا الممر أو هذا يعني الجانب من المهرجان. يسعدني أن يكون معي من المنظمات اثنتان من المنظمات الذين يقفون في هذا المكان، ونأخذ فكرة عن عملية استقبال الناس في هذا الجانب. حياكم الله، تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم، وتعرف عليكم، تفضلي. أهلا وسهلا فيكم، معك ردنا العتيبي. مين؟ ردنا العتيبي. يا أهلا وسهلا فيكم. الأستاذة شيمة محمد بقمي. يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. طبعا الممر الانطباعية هذا يعتبر من يعني أجزاء المهرجان. نأخذ فكرة عن المسمى أولا. ممر تشكيلي اللي هو رسم الفنانين كفنان رايد الأحمري، فنان خالد، فنان إبراهيم موجودين هنا. كرسومات موجودة هنا، يجون الزوار يطالعون الممر إن شاء الله مبسوطين فيه ان شاء الله. ان شاء الله، تفضلي. هلا فيك. هو ممر الانطباعية يعتبر مدرسة الانطباعية التي تحكي صورة الحدث وصورة حية لنقل الواقع الحدث، بحيث ان يوجد هناك في القسم مرأة تنسج النسيج، فيقوم الفنان التشكيلي برسمها في صورة حدث بصورة حية للزائر، بحيث يوجد هناك قسم العازف، يأتي الرسام التشكيلي فنان تشكيلي ويرسم صورة الحدث. فيه تطوير وتميز لنقل الثقافة وتطوير الثقافة في نقل الحدث الجميل للمجتمع والزائرين. جميل. رندا ردنا، الأشياء اللي شفتيها يعني تجذب الزوار لهذا القسم تحديدا؟ نعم، أكثر شيء يعني عندك الخلم بدري تجذب عشان الجيل القديم، فعشان كذا مرة زحمة هنا. وأحسن شيء العازفين الله يطول لهم أعمارهم. عازف موسيقى الحمد لله. أيوة، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله في التنظيم وفي استقبال الناس. على كل حال عهد، لا زال المهرجان يسير وفق الخطة الموضوعة له من خلال يعني ما عدته وزارة الثقافة مشكورة وأمانة الطائف في جعل هذا الحدث من الأحداث والأنشطة والفعاليات الوطنية السعودية التي تحاكي الثقافة السعودية في الماضي وحتى الحاضر. ونحن نتعامل دائما مع منتج الورد الطائفي الشهير. تحية لك عهد، وأعود لك بالصوت والصورة. شكرا جزيلا لك زميلي تركي على نقل هذه الصورة الجميلة، وشكرا لضيفاتك اللي ظهروا معنا في حلقة اليوم وفي هذه التغطية.